Good cop, bad cop. Bad cop. عناصر من شرطة فيلادلفيا بملابس مدنية يطلقون النار على عامل توصيل أعزل. استجابت الشرطة لنداء إطلاق نار في 22 نيسان، وفي هذا الوقت كان فيليب هولاند البالغ 22 عاما يوصل آخر وجبة له لليوم، حينها اقترب منه العنصران وكما قالوا فقد أخبروه بأنهم شرطة. تقول الشرطة أنه لم يصدقهم ربما وظنهم سارقين. لذا وكما قال الشهود الوحيدين وهم الشرطة، فإن هولاند دخل سيارته وأسرع باتجاههم ليدهسهم، فما كان للعناصر إلا أن أطلقوا عليه النار في الرأس والذراع والرجل، وكان بالسيارة 14 ثقب بسبب الرصاص. هولاند الآن في المستشفى في وضع حرج لكنه مستقر، وتم إيقاف العناصر المتورطين في العمل.